طف القفص طبعا، الريشات المقص تبعته تكسرن، الديل تبعه راح نجهز له السبوق ان شاء الله. هذه صادها تحت الحمام شايفينها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة الخير، ورمضان كريم، وربنا هيك يعيده علينا وعليكم بالخير والسلامة، ونصلي على النبي قبل ما نبدأ أي فيديو. اللهم صل على سيدنا محمد، ونزل لي تحت ولايك وشير للقناة عشان نكبر أكثر وأكثر في حضراتكم. اليوم اجينا على خان يونس، أحد الأشخاص رن علي وقال لي يا فضل في عندي صقر الشاهين صدته، بس تعال وتأكد ايش هو هذا الصقر. طبعا انا جبت معاي البرقع عشان افرجيه كيف راح يلبسه اياه، واحتمال كبير اني ابيعه اياه، فمش عارف ايش راح نتحدث مع الراجل. انا الحين حاليا عنده، فسبحان الله يا جماعة كيف هو صايده. كمان نذكركم لايك وشير للفيديو، لانه هذا صقر الشاهين ما شاء الله تبارك الله عليه، الحبة الاولى في قطاع غزة، يعني بقولوا حظ الصيد، حظ عن جد. بقول للزلمة كان يأكل عندي كل يوم، والتاني حمامة في الجو، حمامة في الجو يأكل، حمامة في الجو، فضلوا يرصد وين يقف وين يقعد وين حركاته، لحين تقريبا شهرين أو ثلاثة هو برصد فيه وهو بأكل من عنده حمام. القصة مش هان، القصة هو كيف صاده. البرج اللي بيقف عليه وبينام عليه طلع له على البرج من حين ما بده ينام، يعني المغرب طلع له على البرج، بعد المغرب بشوي لما ليلت وطلع له على البرج. وكيف صادوا يا جماعة افرجيكم كيف صادوا، راح تضحكوا. احنا بنتعب في صيد الشواهين، وفي البلاد اللي برا بيتعبوا في صيد الشواهين، وبيحطوا حمام وشرك وشبك وطيور وقصص كتير كبيرة، ولكن شوفوا هاد، فهذه صادها تحت الحمام شايفينها، لف زي هيك من ورا زي هيك زي هيك ومسك، قال لي زي هيك بالضبط. المهم يا جماعة يعني سبحان الله، احنا لنا تقريبا 10 سنين او 15 سنة بنحاول نلاقي صقر شاهين نربي او نصيده، مش لاقيين، فسبحان الله يعني الصيد ارزاق زي ما بقولوها. وتعالوا افرجيكم صقر الشاهين والاغلاط اللي المربي اللي ما بيعرف يربي صقر او شيء جاي جديد عليه موسم الصقور، طلع كيف رابطه يعني الزلم. هاي طبعا هو عامل له وكر، هذا احلى وكر، ورابطه بحبل، وما شاء الله يعني تبارك الله طلعوا كيف رابطه، رابطه فيها. تعال تعال مزع لي دي، ايوه مزع لي دي، يا صلاة النبي يا صلاة النبي، الله يوضع البركة يا جماعة. الله يعني انا الصراحة منبهر في ما في جماله، يعني انا بدي اقول لكم اول مره في حياتي امسك صقر الشاهين الاصلي الصراحه. يعني احنا مسكنا صقر الوكري والكرات والزقور هذا، ولكن هذا الشاهين البحري ما شاء الله يعني تبارك الله، يعني اول ما شفته انا قلت الله يوضع على صاحبه البركه. تعال تعال اهدى، يعني شوف ما شاء الله تبارك الله قديش خايف هو. اول ما صادوا حطوا في قفص طبعا، الريشات المقص تبعته تكسرن، الديل تبعه تكسر، يعني الله يكون بعون الصقر زي ما بيقولوها. هذا يا جماعة قرناس او فرخ، ما بعرف كتير في عمره، بده ناس متخصصة في الشواهين، انا اللي في العقبان. شوف ما شاء الله المخالب تبعته، شوف شوف المخالب تبعته، هاي المخالب تبعته اللي بيمسك فيهم. عندك المخلب هذا ما يقارب 12 سنتي، الاصبع تبعه والمخلب 3 سنتي. شوفوا الغلط الكبير اللي عامله، انا نصحته انه يربط له جلدة في رجله، وهياته راح ينزل الزلمة عشان يربط في رجله الحبل ونظبط له اياه يعني خدمة. معلومات عن صقر الشاهين، صقر الشاهين يا جماعة أسرع صقر في العالم، سرعته ما يقارب 400 كيلو متر في الساعة أو 350 كيلو متر في الساعة. الأنف تبعه مضاد للرياح، يعني بينزل بينقض على الفريسة بسرعة مهولة جدا، يعني بسرعة قصوى. بيجي منه عدة ألوان، في عندنا الشاهين البحري، الشاهين الجبلي،
في القرموش، في القرناس، في الفرخ، يعني عدة أنواع وأشكال. هالحين إن شاء الله راح نجيب الجلد ونظبطه للراجل ونشوف إيش راح نسوي معه. يا جماعة الخير، هذا الجلد المتوفر عند الراجل زي ما أنتم شايفين، جلد يعني ماشي حاله، ولكن أحن من اللي هو عامله، يعني أحن من الحديدة. راح نجهز له السبوق إن شاء الله ونربط له إياه، ونفرجيكم كيف إن شاء الله راح نربط لو ما فيش عندنا السبوق الأصلي تبعه. بسم الله. معين يا جماعة، راح نمسكه إحنا وإيش إن شاء الله راح نكتفه، بس أنا بدي أمسكه وبدي شقفيه. أيوه ده أمسك. بعضش انا بديش اياه يعض، انا بديش اخرب ريشه. اه لو عشانه كان في القفص دير بالك، هو عشان ريشه كان في القفص اموره صعبه. هاي اللبس البرقع يا جماعه عشان نفكه ونربطه ان شاء الله. كرب شوي. هاي البرقع ما شاء الله تبارك الله، هذا من طبعا من دوله الامارات جبناه. البرقع ما شاء الله، شوف كيف البرقع عليه كبير شوي. هذاك على مقاسه احسن يعني. هذاك الحين احنا راح نفكه ونجهز له. قرب قرب قرب، طلع كيف رجليه مع الحديده يا خساره. اه لسه قبل يومين حطها، اليوم الاربعاء. طلعوا كيف يا جماعه، قرب كيف ربط وياه يا خسارة الله. طلع كيف طلع رجليه خسارة. احنا الحين ان شاء الله راح نمسكه هيك ونبدأ نربط في الجلد ان شاء الله. هاي الجلدة وهي جاي على المقاس بالظبط. تعال شوف يا اخوانا، احنا مرقنا الحبل هان، مرقنا الحبل هان عشان انا لوحدي مش عارف اتحكم فيه، فيعني لو في عندك شخص تاني ممكن انك انت تقول له تعال ساعدني او ايش اربط معايا، وهيك بكون افضل يعني. هو صقر الشاهين يا اخوان لحاله بفك حاله. طبعا احنا يا جماعة الخير هيك بكون احنا ربطنا الشغل تمام التمام. هاي هدول خليناهم متوازيين، وعشان ما فيش حبر عند الراجل خلينا المدور في الاخر. الحين راح نضعه هنا ان شاء الله قرب. وقفوا على الوكر بالراحة وبشفاوة، سيبه خلص، سيبه 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 عشان مش متعود على البرقع هو. فكيفك يا جماعة الصراحة يعني ألطف من قبل، زي ما بقولوها الرحمة بالحيوانات أصل من أصول ديننا، والطيور خاصة يعني هذا طير نادر وعزيز، فمش لازم إنه نعمل فيه هيك ونربطه ونعلم الناس. طلع كيف عشان البرقع أول مرة يلبسه هاي يشلح كبير عليه. خلاص مبسوط مبسوط يا ريس. طبعا احنا يا جماعة هيك بنكون ايش خلصنا جولتنا لليوم، وعرفنا لكم على اول صقر شاهين ينصاد في قطاع غزة. ان شاء الله ربنا يرزق صاحبه، طبعا صاحبه طالب مبلغ غالي فمش عارف هل راح نشتري او لا، فربنا يرزقكم بالنادر جميعا. وكل الحب لكم، لو عجبكم الفيديو لايك وشير للفيديو. وكان معاكم فضل نبهة من قطاع غزة، هاوي ومربي حيوانات وطيور وزواحف. وش حابين برضو انزل لكم فيديوهات، يا ريت برضو تكتبوا لي في التعليقات.
تحياتنا لكم يا ابطال، وبتشرفونا ان شاء الله فيديوهات جديده.